جماعه، مطبخ الاء رجع بعد غياب اكتر من سنه. سؤال النهارده هيكون ايه المطبخ المفضل بالنسبه لكم من اي دوله؟ سيبوا اجاباتكم تحت في الكومنتات، وانا اجابتي هتلاقوها موجوده في اول كومنت تحت. مطبخ الاء بعد غياب حوالي تقريبا سنه او اكتر كمان. البتاعه دي بس بتكون لسه بتقع زي ما هي. انت ما اعرفش ايه هو مطبخ الاء. انا مطبخ الاء ده بعمل فيه وصفه من الوصفات اللي انا بحبها وبحب اعملها. انا بطبخ حلو جدا 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 والله، ونفسي ادوقكم كلكم. وبعد كده لما على حسب بقى بكون عاملاها لمين، بخلي الناس تدوقها وهم اللي يقولوا رايهم. فمطبخ الاء اسباك بناء على طلباتكم. مش انا قلت لكم الاء اسباك؟ فمطبخ الاء اسباك. النهارده كل سنه وانتم طيبين. النهارده يوم 24 بالليل، يعني مش بالليل دلوقتي، الساعه 3، الساعه 4 اهي. المفروض ان النهارده كريسمس ايف، يعني اللي هو الكريسمس العيد المجيد عند المسيحيين الكاثوليك وفي اوروبا على حد علمي يعني. فالنهارده مجمعين صحابي وعاملين مع بعض زي كريسمس دينر كده، حاجه بسيطه بنتجمع. هم كلهم طلبوا الاء اعملي سويت اند ساور، الفراخ بالسويت اند ساور اللي هي الفراخ الصيني اللي بالصوص الصيني. بحبها قوي قوي. بس طب جماعه هعمل لكم ازاي فراخ سويت اند ساور دلوقتي وانتوا كلكم مسيحيين وكلكم صايمين؟ يعني انا مش قصدي اي حاجه، بس كلكم بجد صايمين ومش بتاكلوا فراخ دلوقتي. فوصلنا لحاجه ان احنا في الاخر هنعملها بالجمبري، وعملتها بتبقى حلوه قوي قوي. عملناها قبل كده، يعني ماما عملتها لي قبل كده بالجمبري وكانت حلوه جدا. فالنهارده بقى اللي هنشوفه ان احنا نشوف طريقه عمل السويت اند ساور بالجمبري او بالفراخ. هما الاثنين بالظبط نفس الطريقه. في الحقيقه ماما هي اللي هتعملها وانا هصورها، فدي يعني حاجه انا اشكر عليها جدا جدا جدا. وبعد لما هنخلص هنشوف راي صحابي فيها هيكون ايه. اول حاجه هتكون معانا هو ان احنا هنبدا بالخضار. هتجيبوا فلفل الوان، عندنا احمر واصفر واخضر، وتبداوا ان انتوا تقطعوه بالطريقه اللي انتوا حابينها. برضو من الخضار اللي بنستخدمه في الاكل الصيني هو الكرنب اللي هو بتاع السلطه، مش الكرنب بتاع المحشي الاخضر. وفي ناس لو حابه تحط اللي هو الكرنب برضو الاحمر. وطبعا محتاجين ثوم وبصل. عموما كل حاجه هتلاقوها موجوده في الديسكريبشن بوكس تحت. دلوقتي هنبدا نعمل الخلطه اللي بنعملها سواء للفراخ او للجمبري عشان نحط الجمبري او الفراخ فيها قبل ما تتحمر. بتكون عباره عن دقيق عادي ودقيق ذره ونشا وملح كمون فلفل بابريكا بودره ثوم وبودره بصل، ونخلطهم كلهم مع بعض. وهنيجي على النار نحط زيت اللي هنقلي فيه الجمبري او الفراخ بتوعنا. نستنى لما الزيت يسخن، وهتبداي انك تحطي الجمبري في الخلطه اللي احنا عملناها بتاعه الدقيق والبهارات، وتحطيها في الزيت لما يكون سخن. هتستنوا شويه لحد ما يتحمر، ونبدا ان احنا نقلبه على الوش التاني. افضلوا قلبوه لحد ما ياخد لون ذهبي حلو بتاع الجمبري، وشيلوه وصفوه من الزيت على منديل. هتيجي في نفس الطاسة وهنقوم ننزل بالبصل والثوم لحد ما يدبلوا حاجة بسيطة. تاني حاجة هننزل بيها هو الكرنب، قلبوه مع البصل. وبعدين آخر حاجة هو الفلفل الألوان كلهم مع بعض، وقلبوا الخليط مع بعض لحد ما كله يدبل كده وياخدوا من نفس اللون في وسط بعض. هتيجي بعد كده بالدقيق اللي اتبقى من لما عملتي التتبيلة. أول حاجة هتحطيها عشان نعمل الصوص، الصوص بتاع السويت اند ساور، كاتشب، عسل، صويا صوص، وخل، ومية عشان نبدأ ان احنا نعمل الصوص نفسه ونقلبهم فيديك الصوص الحلو. تسيبوها لحد ما تغلي. وقبل الاكل بعشر دقايق ربع ساعة هتحطوا الجمبري عليه، والصوص ساعتها هيبقى تقيل وهيبقى ليه سمك حلو بسبب الجمبري. هتعملوها جنب مكرونة سباجيتي او نودلز لو عندكم، وتحطوا منها على بعض، وبالهنا والشفا. يا جماعه انا اللي عامله السويت اند ساور، فمستنيه كل واحد هيقول رايه. هو انت منعانا من الاكل ده؟ انا هتوه حالا لو اقولها رايي.
طيب احنا دلوقتي مستنيين طبعا الحدث ده لان لا قعدتها مطبوخ ولو بدات كنت اتوقع على قدها فالمره دي عزمنا على يا جماعه ممكن بصوا معانا بقى بصوا معانا برنامج مارتين النهارده يا ماما هي اللي عامله انا منتظره ماما هي اللي عامله لما تخلصوا قول لي يعني عادي انا هيتشال في المونتاج ده كريسماس انا بنهار طب حلو قوي قوي مين ده اللي سويت نصور انا ايه انا عايز اجيب ثاني انا عايز اجيب ثاني اعمل ايه طيب اخد انا ما عنديش مانع شكله جامد يلا يلا يا سلام يا جماعه جامد يلا يا جماعه مين تاني عايز يدول سويت نصور ها يا مصطفى يلا حلو حلو بقى بس فيها جبنه لا ما فيهوش جبنه يلا مصطفى يا ابني اهو تونه هناك هناك ويتش وان البراون اللي فيه مش بحب البراون حلوه ما ولا السويت نصور تحفه طعمه طعمه يلا يا مرموره هدوه هدوه استني يلا يا مرموره ده تحفه بيطبلوا لي يا جماعه مش بيضحكوا بعدين طعمه تحفه يوسف انت دوتها طب يلا نخش اجرب لا بس انا هغرب فادي القضاء ده السويت نصور انتهت 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 بطننا انها في بطننا انها في بطننا انا ما اتكلمتش ما فتحتش بق صاحبي هم اللي اتكلموا وقالوا الحقيقه اعملوها بقى انتم وقولوا لي رايكم فيها وطعمها كان عامل ازاي سواء عملتوها بجمبري سواء عملتوها بفراخ على فكره في ناس برضو بتعملها بلحمه وعايزه اقول لكم برضو حاجه ان هي ممكن اصلا تعملوها من غير ولا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه بس هيبقى ده لما تحطوها على المكرونه هيبقى زي اللي هي النودلز الصيني تبقى حلوه جدا 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 يعني انا بحب الخضار ومحدش يشيل الخضار عشان انا عارفه ان في ناس ما بتحبش الخضار وبتقوم تشيله يا جماعه الخضار هو اللي بيدي الاكل الصيني الطعم بدي اقول للناس لما الاقي الناس اللي هو حاطه ثابت على جنب كده الخضار وبعد كده ثابت الفراخ لوحدها لا اكلت الفراخ اصلا الخضار هو اللي بيدي كده طعم الو ولو عملتوها ما تنسوش تبعتوا لي الصور على انستغرام او تنزلها ستوريز وانا هبعتها وانزلها عندي وبس كده ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي باي باي.